بوم. Hello everyone, حبايب قلبي grade 3. Welcome again. كملين معانا connect second term مع بعض. النهاردة هناخد unit 9. Title بتاعها What did you do? What did you do? What did you do? ماذا فعلتم؟ عملتوا ايه في الماضي؟ هناخد الماضي البسيط الحصة الجاي. What did you do? نبدأ بالفوكاب. بازار. بازار. بازار ده طبعا مكان to buy and sell things. بنشتري ونبيع فيه حاجات. بازار. present. الهدية. بص بقول ازاي. present. انفخ بقك كده. present. present. بص الـ EW بننطقها O. بننطقها ايه؟ O. يبقى الكلمة دي اسمها jewelry. 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 المجوهرات. jewelry. letter J قبل ما تنطقها حط له دي في بقك كده وتقول jewelry. jewelry. ما اقولش jewelry لا. jewelry. jewelry. necklace. 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 اللي هو العقد. نيكلس. نيكلس. إيرينجز. إيرينجز. الحلق. إيرينجز. رينج. رينج اللي هو الخاتم. رينج. القماش. فابريك. فابريك. برفيوم. اللي هو البرفان. بص الـ ER. بر. بر. perfume. 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 العطر أو البرفان. bracelet. bracelet. طبعا C لما بيجي بعدها E أو I أو Y بننطقها S. bracelet. bracelet. restaurant. restaurant. كافيه. شايف كافيه دي عليها عند الاي شرطه صغنونه كده. الكلمه دي عشان جايه من اللغه الفرنسيه عليها الشرطه دي اسمها اكسون. الشرطه دي اسمها ايه؟ اكسون. بتعمل ايه الاكسون دي؟ تخليك تنطق اخرها ايه؟ تقول كافيه. كافيه. يبقى دي جايه من اللغه الفرنسيه فرنش واسمها اكسون. كافيه. بيتزا. بيتزا. سبايس. التوابل. سبايس. ماركت. ماركت. كايرو. كايرو. فيزيت. فيزيت. هقراهم تاني يا شباب. بازار. present. jewelry. necklace. earrings. ring. fabric. perfume. bracelet. restaurant. cafe. pizza. Spice. Market. Cairo. Visit. Okay. الريدنج بتاعنا يا شباب عندنا ريدنج مهم النهارده. هنشوف كده في الكتاب. اقرا معايا كده في كتابنا. At the bazaar. Jewelry. Necklace. Bracelet. Earrings. Ring. Present. Present. Awesome. Awesome. رائع. Awesome. Awesome. Delicious. لما تيجي تقول الأكل لذيذ تقول the food is delicious. The food is delicious. The food is delicious. The food is delicious. Spice. Spice. البهارات أو التوابل. Spice. Spice. Fabric. Perfume. Cafe. Cafe. Old Cairo. Old Cairo.
Old Cairo مصر القديمة. Take a break. استريح ياخد راحة. Take a break. Shopping. Shopping. Verb shop يعني يتسوق وshopping اللي هو التسوق. Market. السوق بقى نفسه. الريدم بتاعنا يا شباب الحج ده بيقول What did you do yesterday? عملت ايه امبارح؟ What did you do yesterday? رد الولد قال له We went to خان الخليلي. بص كلمة يذهب يعني ايه؟ Go. الماضي بتاعها اسمه went يعني ذهب. ذهب إلى اسمها went to. ما نقولش went to. لا نقول went to. Went to. يعني لو عايز أقول إحنا ذهبنا إلى القاهرة هقول we went to Cairo. We went to Cairo. We went to Cairo. We went to Cairo. طب بص الحاج قال لهم what did you do yesterday؟ عملتوا إيه امبارح؟ راح الولد قال له we went to خان الخليلي. طب خان الخليلي ده مكان. فبص يا جميل لازم يبدأ بحرف كابيتال عشان كده الكي. طبعا الكي اتش بننطقها خ. اهو هوريك خان الخليلي ده مكان يا حبيبي. ادي خان الكي سايلنت وال عشان بتيجي في البانكتويشن الاي كابيتال وبعدين شرطه ونعمل كي كابيتال يبقى اسمها ايه؟ خان الخليلي. طبعا هم بيقولوها ازاي؟ كان الخليلي عشان ما بيعرفوش ينطقوا الخاء فبيقول كان الخليلي. خان الخليلي ده في شارع وفي بازارات وفي حاجات لبيع التوابل والبرفانات وحاجات جميله كده اهو زي قدامنا في البيكتشر كده. يلا what did you do yesterday? We went to خان الخليلي. اوكي روح من خان الخليلي وراح قال له ايه؟ That's awesome. That's awesome. That's awesome. That's awesome. رائع. What did you do there? 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 عملتوا ايه هناك؟ قال له We visited the bazaar. We visited the bazaar. احنا زرنا البازار. We visited the bazaar. We visited the bazaar. اوكي. هتيجي هنا جراندما هتسألهم بقى تقول لهم ايه؟ What did you buy at the bazaar? What did you buy? أيوة. What did you buy at the bazaar? What did you buy at the bazaar? اشتريتوا ايه من البازار؟ What did you buy at the bazaar? What did you buy at the bazaar? الولد رد قال له ايه؟ We bought jewelry. احنا عندنا باي يعني يشتري الماضي بتاعها اسمه بوت اشترى الجي اتش سايلنت. وي بوت جولري يعني احنا اشترينا مجوهرات. ليه؟ فور مامز بيرث داي. بص بقولها ازاي؟ بيرث داي. الاي ار بتعمل لها بوست بطك. بيرث داي. وي بوت جولري فور مامز بيرث داي. لا لسه مش عاجبني كده. We bought jewelry. We bought jewelry. For mom's birthday. For mom's birthday. اشترينا مجوهرات عشان عيد ميلاد مام. After that. After that. بعد ذلك. We went home. We went home. رجعنا البيت. And we baked. And we baked. بص baked. Bake يعني يخبز. baked يعني خبزة. الاي دي دي هتنطقها كأنها تي تقول baked. baked. And we baked. And we baked. A birthday cake. A birthday cake. After that بعد ذلك we went home رجعنا البيت. And we baked a birthday cake وخبزنا كعكة عيد الميلاد. After that عايز اسمع. After that. After that. We went home. And we baked a birthday cake. And we baked a birthday cake. جميل.
Did she like the present? Did she like the present? هل عجبتها الهدية؟ Did she like the present? Did she like the present? Yes. Yes. She liked the present. She liked the present. أيوة عجبتها الهدية. And she loved the cake. And she loved the cake. And she loved the cake. وحبت الكيك كمان. It was delicious. It was delicious. It was delicious. It was delicious. كانت لذيذة الكيكة جدا. هقراها كلها على بعضها عشان ده هتبعتهولي طبعا على جروب الواتساب. هستنى الريدنج لكل الناس. What did you do yesterday? We went to خان الخليلي. We visited. لا نقول number 3 الأول. What did you do yesterday? We went to خان الخليلي. That's awesome. That's awesome. What did you do there? We visited the bazaar. What did you buy at the bazaar? What did you buy at the bazaar? We bought jewelry for mom's birthday. We bought jewelry for mom's birthday. After that, we went home and we baked the birthday cake. After that, we went home and we baked the birthday cake. Did she like the present? Did she like the present? Yes, she liked the present. And she loved the cake. It was delicious. عندي بقى reading تاني بتكلم عن خان الخليلي. خان الخليلي is in the heart of old Cairo. خان الخليلي ده موجود في قلب القاهرة القديمة. خان الخليلي is in the heart of old Cairo. خان الخليلي is in the heart of old Cairo. It is about 600 years old. عمره حوالي 600 سنة. When you visit خان الخليلي لما تزوره you will find many markets for jewelry, fabric, perfume and spice. لما تزور خان الخليلي هتلاقي ايه؟ ميني ماركتس، اسواق كتيره بتبيع جولري، مجوهرات، فابريك، قماش، برفيوم، برفان، and spice وبهارات وتوابل. You will find restaurants and cafes. هتلاقي مطاعم، restaurants and cafes وكافيهات. Where you can take a break from shopping. تقدر تاخد بريك كده تستريح من التسوق واللف. نقول كده انا في بيتزا اند كوفي وتتناول البيتزا وشويه قهوه. خان الخليلي is in the heart of old Cairo. It is about 600 years old. When you visit خان الخليلي you will find many markets for jewelry, fabric, perfume and spice. You will find restaurants and cafes where you can take a break from shopping and have pizzas and coffee. بص يا جميل بقى احفظ لي دول مع الكلمات ضروري جدا. هناخد الفعل والماضي بتاعه. الفعل والماضي بتاعه. Visit, visited. يلا visit visited. يزور وزارة. Liked. Liked. يحب وأحب. Loved. Baked. Bought. Met. Did. Give. بص بقى يا جميل صحصح وفتح مخك معايا عشان ده اهم درس في الترم التاني. هناخد حاجة اسمها past simple. ايه past simple ده؟ الماضي البسيط. past simple. هعلمك ازاي بتعمل الفعل الماضي على 5 fingers على 5 صوابع. 1 2 3 4
5. بص يا عم الناس، عشان اعمل فعل ماضي بجيب الفعل في المصدر واضيف له اي دي، وده بسميه regular verb، فعل منتظم. يعني ايه؟ بص يا جميل، يزور يعني visit، يزور يعني ايه؟ visit. يستمع يعني listen. يغسل يعني wash. طب دول مضارع present، انا عايز اخليهم ماضي. visit دي عايز اخليها زارة، تروح هتطلع الاي دي وتقول visited. listen هتحط الاي دي وتقول listened. listened. washed تحط لها الاي دي وتقول washed. washed. visited. listened. washed. اول طريقة للفعل الماضي، بنضيف اي دي للمصدر ونسميه منتظم. ليه بنقول عليه منتظم؟ لان اخر واحد هناخده اسمه الريجولر فيرب، الفعل الماضي الغير منتظم. ده بقى بنحفظه زي ما هو لانه مش تبع القاعدة. كل اللي بنعمله نحفظه. جو يعني يذهب، الماضي بتاعه اسمه went، ذهب. باي يعني يشتري، بوت اشترى. هاف يعني يتناول او يمتلك، الماضي هاد. دو يعني يفعل، الماضي اسمه ديد، فعل. دول بيتحفظوا كده زي ما هم. طيب يبقى خدت الماضي المنتظم والغير منتظم. نيجي بقى للطريقة التالتة او التانية من هنا، يعني اللي بنعمل بها الفعل الماضي. قال لك يا صديقي ان الفعل المضارع لو كان في المصدر واخره ايه، بس بشرط يكون منتظم. هنا بنضيف له دي بس، هنضيف له دي بس. زي ايه يعني؟ يوز يعني يستخدم، بيك يعني يخبز، اكسرسايز يعني يتدرب. بص بقى، بص ميك وتيك الاتنين اخرهم ايه، بس دول مش منتظم، المفروض بيجوا مع الاخير ده، بنحفظ الماضي بتاعه. ميك الماضي بتاعه اسمه ميد، تيك الماضي بتاعه اسمه توك. عشان كده قلنا شرط ان انت تضيف دي بس، دي لازم الفعل يكون منتظم واخره ايه، مش اخره ايه وخلاص، مش اي فعل اخره ايه، لازم يبقى منتظم. طيب تيجي نعمل الماضي بقى بتاعهم، يوز يعني استخدم، تروح هتطلع دي تبقى يوزد يعني استخدمه، بيك يعني يخبز، نحط لها دي بقت بيكت يعني خبزه، اكسرسايز يعني يتدرب، نحط لها دي بقت اكسرسايز يعني تدربه. نيجي لتالت حاله، هنضيف للفعل اي اي دي عشان يبقى ماضي. كم حرف دول؟ تلاته. يبقى ليها تلات شروط بقى زي الحروف بتاعتها. ايه التلات شروط؟ لازم الفعل يكون منتظم واخره واي، والواي قبلها حرف ساكن كونسوننت. زي ايه يا مستر؟ كراي يعني يبكي يعيط، ستادي يعني يدرس او يذاكر، كاري يعني يحمل يشيل، كاري ذا باج. بص على الفعل الاول او كراي، هتلاقيه منتظم واخره واي، واللي قبل الواي حرف ايه؟ ساكن. ولا متحرك؟ ساكن. الار ساك، تعمل ايه؟ اشيل الواي وابدلها بحرف الاي. تعمل ايه؟ اشيل الواي وابدلها بحرف الاي. تعمل ايه؟ ونبدلها بحرف الاي. تعمل ايه؟ وابدلها بحرف الاي. واحط الاي دي، كراي بقت كرايد، يبكي وبكى. ستادي يعني يدرس او يذاكر، لو بصينا عليها هنلاقي اخرها واي، والواي قبلها دي ساكن ومنتظم. نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي ونحط الاي دي. ستادي بقت الماضي بتاعها اسمه ستادد، يدرس ودرس. كاري يحمل، فعل منتظم اخر واي، والواي قبلها الار، ساكن ولا متحرك؟ ساكن. نعمل ايه؟ شيل الواي
تشيل الواي ونبدلها بحرف الاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تعمل ايه؟ اشيل الواي. تعمل ايه؟ وابدلها بحرف الاي. وبعدين نحط الاي دي، كاري بقت كارد، كاري كارد. طب لو عملناه في بلاي، حد يعرف يعملها لي؟ نسقف سقف الرتال بقى، كلاب فور الرتال. مش ما ينفعش عشان في ده هو فعل، بس قبلها حرف متحرك، واحنا قايلين الشرط لازم يبقى اللي قبل الواي ساكن. طب هنعمل ايه هنا؟ مش هنشيل الواي، هنحط الاي دي على طول. بلاي يلعب، تبقى بلايد لعب. طيب يبقى احنا عملنا اي دي وعملنا دي بس وعملنا اي اي دي. رابع حاجه، بعض الافعال لو اخرها سي في سي وهي منتظمه، يعني ايه سي في سي؟ يعني كانسل فاول كانسل، يعني ساكن متحرك ساكن. بص كده زي فعل ستوب يعني يتوقف. تشوب تشوب. ران مش منتظم يا حبيب، بيجي هنا مع دول. ران الماضي بتاعه ران، ركز معايا بقى. ستوب يعني يتوقف، وتشوب يعني يقطع. اخر ثلاث حروف سي في سي، ساكن متحرك ساكن. بص نعمل ايه هنا بقى، هنعمل دوبليكيشن للحرف الاخير، يعني ستوب نخلي فيها دبل بي وبعدين نحط الاي دي، بقت ستوبت. تشوب نعمل فيها ايه؟ نعمل دوبليكيشن للحرف الاخير، يعني نعمل دبل بي وبعدين اي دي، تشوب تبقى تشوبت. ده كل الماضي اهو، مره ضفت اي دي، مره ضفت دي بس، مره ضفت اي اي دي. السي في سي بعض الافعال المنتظمه اللي اخرها سي في سي بنعمل دوبليكيشن للحرف الاخير ونضيف اي دي. اخر حاجه الماضي الغير منتظم بنحفظه زي ما هو، ده تكوين الفعل الماضي. طب تيجي نعرف بنستخدمه ازاي بقى. لو انا عايز اقول، اول حاجه مهمه قوي لازم هتفهمها بقى، ان في كلمات اول ما اشوفها اعرف ان انا في الماضي البسيط، زي كلمه yesterday. اول كلمه بتدل على الماضي كلمه ايه؟ yesterday، يعني امس امبارح. yesterday 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 yesterday. بص كده يا صديقي، هتلاقي السؤال مثلا يقول لك اي كايرو yesterday، ويجيب لي الافعال visit يزور، visits هنا متضاف لها s، visited متضاف لها اي دي يعني ماضي، وبعدين visiting متضاف لها اي ان جي. قول يا رتاء اهو، اختارت مين؟ visited. ليه بقى؟ عشان في كلمه ايه؟ yesterday، يعني امس امبارح، عشان كده اخترنا الماضي. يبقى I visited Cairo yesterday، يعني أنا زرت القاهرة امبارح. ركز معايا قوي قوي قوي، أهم حتة عايز أنفي الكلام ده وأقول أنا ما زرتش القاهرة امبارح، هتروح عامل إزاي؟ تروح I didn't. بص بنحط إيه عشان نعمل نفي؟ نحط didn't قبل الفعل. بس أوعى بقى الحتة دي اسمها visited، النفي بتاعها نخليه didn't visit، لان didn't بتخلي الفعل لازم يرجع للمصدر. I didn't visit Cairo yesterday، يعني انا ما زرتش القاهرة امبارح. يبقى خليك معايا كده في حتة مهمة قوي، اي جملة او سؤال في الدنيا تشوف فيه كلمة did او didn't، يبقى الفعل هيبقى في المصدر بدون اي اضافات. did او didn't يبقى معاهم فعل في المصدر. اول كلمة خدناها بتدل على الماضي كانت كلمة ايه؟ yesterday. yesterday برافو. تاني كلمة هتبقى كلمة last. last يعني الماضي. بص هيجي معاها ايه بقى لما اقول لك
last night يعني الليلة الماضية, last week يعني الأسبوع الماضي, last month الشهر الماضي, last year السنة الماضية. يبقى last دي بتدل على الماضي. تعال كده نقول we jewelry last week, ونحط بقى الاختيارات بتاعت buy يشتري, buys متضاف لها s, bought اشترى الماضي bought, buying متضاف لها ing. هنا هنختار مين يا حبايب؟ بوت. ليه بقى؟ عشان كلمة last بتدل على الماضي. انا خدت كلمتين بيدلوا على الماضي, اول واحدة كانت yesterday, التانية اسمها ايه؟ last. يبقى لما اشوف last اختار الفعل الماضي, بس بشرط ما يكونش فيه did ولا didn't, لان did و didn't بيجي معهم مصدر. تالت كلمة بتدل على الماضي كلمة اسمها ago. ago يعني منذ, وبتيجي في اخر الجملة وقبلها مدة زمنية. يعني لو عايز اقول منذ يومين هقول two days ago يعني منذ يومين. طب بص كده, لما اقول ادهم to music four days ago, منذ أربعة أيام four days ago. وعايزين نختار من الأفعال دي listened وهروح عامل كمان جملة وهقول أدهم didn't to music two days ago. وأحط نفس الاختيارات listening. أول مرة فوق, مين عايز يجاوب؟ قول يا مارو. listened. ليه يا مارو؟ عشان كلمة ايه؟ ago. كلمة ago بتدل على الماضي, عشان كده اخترنا الفعل الماضي. ادهم listened to music four days ago. ادهم استمع الى الموسيقى منذ اربعة ايام. طب هنا ادهم didn't ايه؟ يا اسي listen بس. ليه بقى؟ اشطر اسيل في الدنيا, clap for herself الاسيل. واخدة بالها بقى من كلامي كويس, عرفت ان انا قلت لو في did او didn't في اي جملة في الدنيا او سؤال يبقى نختار الفعل في المصدر. يبقى الثلاث كلمات اللي خدناهم بيدلوا على الماضي كلمة ايه؟ برافو 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 على المركزين دول. yesterday امبارح, امس, last يعني الماضي, وago يعني منذ. في كلمة صريحة خالص اسمها in the past يعني في الماضي, in the past. لما يجيب لي in وزمن فات يعني مثلا in 2020 ده في الماضي ولا لا؟ في الماضي, لان السنة دي فاتت. لما باجي احكي قصة بقول كلمة اسمها once,
ذات مرة. فاكر عارف لما نيجي نقول كان يا مكان، لما نيجي نحكي قصة بنستخدم كلمة وانس يعني ذات مرة، ودي بتدل على الماضي برضه. طيب بص يا معلم، بص على الأفعال والماضي بتاعها بعد ما شرحنا الماضي بقى. visit visited، like liked، love loved، bake baked، buy bought، meet met، do did، give gave. بص السؤال المهم بتاعنا قوي النهاردة، ماذا فعلت بالأمس؟ What did you do yesterday؟ What did you do yesterday؟ عملت امبارح؟ راح قال I baked a cake. لما تيجي تجاوب على السؤال ده لازم تستخدم فعل ماضي، لأنه بيقولك عملت امبارح. I baked a cake، خبزت cake. What did you wear؟ Where's wearing yesterday؟ قول يا جميل where، ليه؟ لأن في did، احنا قايلين طالما في did أو didn't ناخد المصدر. يا جنى yesterday she buys a new car. bought، برافو، عشان كلمة ايه yesterday بتدل على الماضي، والماضي هنا bought، اشترى. we يا بتول our grandparents last week visited، برافو، عشان last بتدل على الماضي. أسيل she loved the cake، it was، حبت الكيكة لأنها كانت إيه delicious، لذيذة. we a birthday cake، بوسي، عملنا إيه في birthday cake؟ played ولا baked ولا visited؟ baked، خبزنا كعكة عيد الميلاد. مروان the bazaar is a place to، البازار ده مكان بنعمل فيه ايه؟ meet friends، tell time، buy and sell things. buy and sell things يعني بنشتري ونبيع حاجات فيه. buy يعني يشتري و sell يعني يبيع. yeah they visited played baked the bazaar yesterday، زاروا البازار امبارح. visited، they visited the bazaar. she gave mom، اعطت امها birthday ولا present ولا delicious؟ that her present، هدية. الكلمات اللي هتتسمع اول حاجة الافعال اللي انا قلت لك عليها هنا دي، اول حاجة دول تحضرهم تكتبهم لي اهو دول كده، لان دول مهمين اول. وبعدين دول بقى jewelry، spice، necklace، ring، fabric، earrings، present، perfume، bracelet. دول homework. هنا بص ممكن تستخدم جملة احنا زرنا البازار، فهتقول ايه؟ we visited the bazaar. we visited the bazaar. عايز اقول انا اشتريت مجوهرات. I bought jewelry. I bought jewelry. I bought jewelry. We visited the bazaar. زرنا البازار. I bought jewelry. في البوكلت يا جميل هتحل دول وتبقى رالي الريدينج. عندنا اتنين ريدينج. بص هنا What did you do yesterday؟ عملت ايه امبارح؟ I visited the bazaar. انا زرت البازار. لازم نجاوب على السؤال ده بفعل ماضي. هنا cook يعني يطبخ، والماضي cooked، طبخة. bake يخبز، والماضي baked، خبزة. baked مش baked. what did she do yesterday؟ هي عملت امبارح، تبقى she baked cookies، هي خبزت cookies. لازم نجاوب بماضي على السؤال ده. play
played. What did they do yesterday? They played football. لعبوا كرة القدم. Travel يعني يسافر. الماضي بتاعها اسمه traveled on the fly ed. تنفع كمان بدبل ال. What did you do yesterday? We traveled to Alexandria. سافرنا اسكندرية. جاوبنا بالماضي اهو. We traveled to Alexandria. هعمل لك أسئلة زي دي كتير الحصة الجاية لأن لازم نكرر الماضي ده كذا مرة عشان تفهموا كويس جدا. Work worked. Work worked. What did she do yesterday? هي عملت امبارح. She worked for the test. عملت من أجل الامتحان. She worked for the test. Go الماضي بتاعها قلنا اسمه went. يذهب وذهب. What did she do yesterday? هي عملت امبارح ايه؟ يبقى she went to Cairo. She went to Cairo. ذهبت إلى القاهرة. شوف الحصة دي مرة واثنين وثلاثة وراجع الماضي ده كويس قوي عشان ده درس مهم هيفضل معانا طول السنين. تقرأ لي الاثنين reading وتحفظ كلماتك. هدي جوائز على reading. Our session has come to the end and when we finish we always say goodbye.